بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إخوان في مقطع جديد من مقاطع لعبة وور فريم. اليوم يا شباب رح نتكلم عن بعض الأساسيات وبعض المعلومات في مهمات أريال جاك. طبعا يا شباب قبل كل شيء الشخصية اللي راح استخدمها هي شخصية جريندل، والبلد بلد سهل جدا تقدر تسويه بدون فورما بشرط انك ما تستخدم مودات البرايمد ولا تستخدم مودات الامبرا. يعني لو استخدمت نفس البلد بمودات عادية تقدر تسويه بدون اي فورما بإذن الله عز وجل. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني راح استخدم الطائرة الفضائية اللي اسمها اميشا. اميشا تعتبر تانك قوي جدا في التحمل ومدافعة قوية جدا، تمام؟ فبلدها زي ما انتم شايفين يحتاج واحد من الفورما. اذا كان تبغى تركب المود العادي اللي مو برايمد اتوقع انك تقدر تسويه بدون فورما، اتوقع، انا ماني متاكد، لكن الان انتم شايفين ان هذا هو البلد. البلد سهل جدا في التجهيز، يعني ما هو صعب نهائيا. فهذه هي المعدات. طبعا الاسلحه استخدم اي اسلحه تبغاها معك داخل هذه المهمه بشكل مؤقت لانها بتكون سهله جدا باذن الله الخطوات اللي راح اتكلم عنها. تركيزنا اليوم يا شباب بيكون على الصيانه، كيف نقدر نصين الريال جاك اذا جالها تدمير، يعني لانه يكون عليها هجوم احيانا. طبعا زي ما انتم شايفين دخلت مع فريق عشوائي، الطائره هذه احيانا يكون عليها هجوم عشوائي، يعني يكون الجرينير يدخل داخل السفينه ويدمروها. فتركيز اليوم بيكون كيف اقدر اصينها، يعني كيف اقدر اساعد الفريق واسوي لها مهمه صيانه، لانها تعتبر هي اهم عنصر في المهمه صيانه الريال جاك. لو تدمرت الريال جاك خلاص فشلت المهمه كامله، لكن لو قدرت تصينها باستمرار تقدر تريح نفسك وتريح الفريق داخل المهمه. راح اوريكم ان شاء الله في هذا الفيديو طريقه الصيانه. طيب يا شباب زي ما انتم شايفين الان دخلت مع لاعب واحد فقط، المفروض انه يكون فريق صراحة. عموما انا راح اتكلم عن المهمة بشكل مختصر. عندنا هنا القائد الخاص بالفريق راح يكون ماسك القيادة هنا، تمام؟ فهو اللي راح يكون قائد السفينة فيبدأ يتحرك فيها ويقاتل الانمي. الشيء الثاني عندنا المدافع، فاتوقع الان في هجوم على السفينة لان شايفه حايس بالخلف. عموما الجرينير راح يهجموا عليك داخل السفينة وراح يبدوا يدمروها، فخلوني اتاكد بس باقي في احد هجم او لا، وراح اوريكم الان كيف طريقة الصيانة. اوكي حاليا ما في اي هجوم زي ما انتم شايفين، فراح انتظر حتى يبدا الهجوم واكمل معه. اوكي يا شباب زي ما انتم شايفين الان ظهرت عندنا علامة انه في تدمير في السفينة زي علامة النار زي ما انتم شايفين. لاحظوا الان في الخريطة جنبي في علامة زي علامة النار، معناته ان الجرينير دخلوا السفينة فعلا وبدأوا يدمروها. طيب انا كيف اصين هذه الاعطال الموجوده داخل السفينه عشان المهمه ما تفشل؟ فركز معي الان راح اوريكم كيف طريقه الصيانه. الان طبعا اول شيء تحاول تتخلص من الجرينير بشكل سريع عشان ما يبهدلونك داخل المهمه. الشيء الثاني انزل لنهايه المهمه، نهايه السفينه بالاسفل. لاحظوا الان اني انزل بالاسفل واتقدم هنا، وبعد كده اتقدم مره ثانيه وانزل بالاسفل. لاحظ ان الان في اسفل السفينه، لاحظ الان الخريطه في اليسار، انا الان في اسفل السفينه، اجي عند الجهاز هذا واشغله، وقتها اختار الجهاز او الاله الموجوده في اليسار، هذه هي الاله شايفينها يا شباب، اعلق عليها واختارها. طبعا لها معدات لتشغيلها، يعني لازم تكون عندك هذه المعدات لتشغيلها، اذا كان ما عندك هذه المعدات مستحيل تقدر تحصل عليها. عموما الان راح اتوجه بشكل سريع لمكان العطل واحاول اني اصينه. عندي هنا عطل زي ما انتم شايفين، انزل على الجير واختار الجهاز اللي انا اخترته، وقتها ابدا اصين. لاحظوا الان السفينه الان قربت تدمر. اوكي هذه الان سويت لها زيت التلحيم، يا سلام. هذه الاولى صلحناها، تمام. نروح للعطل الثاني الموجود هنا زي ما انتم شايفين، هذا العطل الثاني، فابدا اسوي له زي الصيانه. طبعا احنا اثنين في المهمه، يعني اكيد راح اتعب كثير في صيانتها. خليني اتاكد بس بين العطل. اوكي هذا هو العطل زي ما انتم شايفين، فبدأت الحين اصلح نفس الاعطال الموجوده هنا في هذه المنطقه، فاستمر في صيانه الاعطال. فانت الان عرفت كيف تقدر تحصل على هذا الجهاز وكيف تقدر تصين السفينه، وقتها يكون القائد والفريق ينفذ نفس المهمه. فالطريقه سهله جدا يا شباب للصيانه. القائد المفروض يكون موجود هنا يتحرك حسب مواقع الانمي ويبدا يقاتل. الشيء الثاني المفروض انه يكون عندنا مقاتل في الفريق، المقاتل يطلع من السفينه، اذا كان بيطلع يجي بالاسفل في هذه المنطقه، تمام، وبعد كده يتوجه لهذا المكان ويطلع من السفينه يسوي مهمه التدمير خارج السفينه، لانه بيكون عنده اهداف داخل السفن الخاصه بالانمي، ينطلق لها ويبدا يدمرهم. طبعا زميلي شكله خرج لكن فشل في المهمه. عموما ميت،
لكن رجع كويس. طيب انا بحاول نسوي زي مهمه الصيانه والمحافظه على الريال جاك بحيث انها ما تتدمر. فالمدافع يا شباب يعتبر هو اهم عنصر داخل هذه المهمات. اذا كان المدافع ما يعرف كيف يدافع راح تفشل معاه المهمه، لكن اذا كان حريص انه ويختار شخصيه مناسبه ويعرف كيف طريقه التعامل معها، ثاني شيء راح يساعد الفريق وراح تنجح المهمة بإذن الله عز وجل. فالطريقة سهلة جدا، أتمنى تكونوا عرفتوا كيف طريقة الصيانة الخاصة بريال جاك، وأتمنى أني أكون قدرت أفيدكم في أسهل مهمة وأهم مهمة داخل مهمات الريال جاك. لا تنسوا يا إخوان دعم القناة من اشتراك ولايك، ولا تنسوا يا إخوان نشر الفيديوهات، وبإذن الله نشوفكم في فيديو قريب. مع السلامة.